بعد أيام عدة على الحريق المندلع جراء الانبعاثات الناتجة عن تخمير مواد موجودة في محيط الإهراءات، أسئلة عدة تطرح. ما هي هذه المواد؟ ولماذا تحترق في هذا الوقت؟ هل هي من فعل الطبيعة أو من فعل الإنسان؟ وزير الاقتصاد أمين سلام وفي خلال جولة له في مرفأ بيروت أكد أن إهراءات القمح في المرفأ تحتوي على كميات كبيرة من الحبوب، وهي عامل مساعد على ثبات المبنى. نحن أولويتنا الأولى وما زالت الأولى وستبقى الأولى هي السلام العامة. نحن قلنا وعدنا تكرارا ومرارا ومنرجع منأكد ما عنا استعداد ولا 0.001% انه ناخد نحط بخط الخطر اي روح او اي انسان، ان كان من فوج الاطفاء ولا كان من موظفين المرفأ ولا كان من موظفين الاهراءات اللي هن كمان جزء من شهداء الانفجار، انه يكون بحالة خطر نتيجة أي عمل منه مدروس بدقة ومعمول فيه بتقنية كتير عالية. المشكلة اليوم بالإهراءات اللي ما حدا حكي فيها، إنه داخل صوامع الإهراءات اللي اليوم مهدمة جزئياً في كميات من الحبوب والقمح موجودة داخله هندسياً، يعني بقلب الإهراءات اليوم مثل في شغلة أنت حاطة فيها مي أو حاطة فيها كميات من شيء بعدها بتهديها جلسة. مدير إهراءات الحبوب في مرفأ بيروت أسعد حداد تحدث عن معالجة مبنى الإهراءات بطرق لا تعرضه للخطر. هيدا الإهراء صح هو هندسياً صلب وماكن، ولكن الانفجار ونتيجة الانفجار ما بنعرف مدى تأثيرها على هيدا المبنى يعني صلابته وانتماشه مع بعضه، بس بنعرف ان المبنى ككل عم بيميل الجهة الجنوبية ستيبل اكتر افضل، الجهة الشمالية عم تميل بوتيرة اسرع. الحريق هو مال الجهة الشمالية، مشان هيك كان اول ردة فعل عنا انه نحنا ما ناخد اجراءات سريعة بهذا الخصوص، لانه ممكن تعرض حيال لحدا يقرب على الاهراءات لسلامته تعرضها للخطر. تحت المشهد العبثي، الأهالي متخوفون من تصاعد الدخان المستمر، فصوامع القمح هي الشاهدة الأولى على جريمة تفجير العاصمة. راني عبيد، صوت لبنان.